السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اليوم انا موقع جديد قوي جدا لربح العملات الرقميه ودولار البايبل وبطاقات كمان جوجل بلاي. هذا الموقع بيدفع على كل العملات الرقميه المتوفره بحد ادنى للسحب 5 دولار، بيدفع كمان على البايبل بحد ادنى للسحب 10 دولار، بيدفع ببطاقات جوجل بلاي ابتداء من 5 دولار. طبعا دول ريسنت كاش اوت خلال 48 ساعه. شايف اصدقائي، هذا ساحب 5 دولار جوجل بلاي، هذا 5 دولار جوجل بلاي، هذا اخذ 5 دولار لايت كوين، 5 دولار لايت كوين، هذا اخذ 50 دولار امازون جيفت، كمان هون اخذ 50 دولار لايت كوين. طبعا هذا الموقع جدا مميز، موقع جديد فيه اكثر من 26 الف مستخدم خلال فتره زمنيه قصيره جدا، دافع 38 الف دولار، وهذا الشيء كثير كويس بدل على قوه هذا الموقع. طبعا اخذ 4.3 على تراست بايلوت، يعني من 5، 4.3 من 5، هذا الشيء جدا كويس. وفيه 86 الف عرض، شايفين اصدقائي 86 الف عرض ممكن تقدر تشتغل عليه وتكسب منه مبالغ جدا منيحة. كمان ادمن هذا الموقع عامل 0.75 بونوس هدية كمان اذا سجلت انت خلال هاي الفترة، وهذا الشيء كثير كويس. طبعا اصدقائي، خلال هذا الفيديو راح نشرح الموقع، وان شاء الله خلال الايام القادمة راح نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع. طيب بسم الله نبدا. اول شيء تسجيل بهذا الموقع جدا سهل، كل ما عليك انك تضغط على لينك تسجيل راح يطلع لك اياه بصندوق الوصف. طبعا لينك مباشرة، لما بستخدم اي روابط مختصرة هذا اللينك بياتك على المدونة الخاصة فيه، المدونة الخاصة فيه في لينك مباشرة، ضغطتين اخي الكريم تفتح معك هاي صفحة، وراح احط لك كمان رابط احتياطي للاصدقاء المحظور عندهم مدونات جوجل بلاي، طبعا ببلدانهم، ممكن يكون العراق، ممكن يكون الشبكة السورية تبع الاتصالات سي ريتيل وام تي ان، ما بتاخذ طبعا مدونات جوجل بلاي، لكن يعني الادي اس ال او الشركات الخاصة بيشتغل عليها بشكل طبيعي. مثل ما قلنا مضغط على اللينك بتفتح معنا هاي الصفحة، نشترك. نحن فينا نشترك عن طريق تويتر، فينا عن طريق الديسكورد، فينا عن طريق تويتش، وفيك تستخدم حسابك الجيميل. طبعا انا راح اسجل دخول لحسابي. طبعا ببين معنا هذا الحساب داخل الموقع. شايفين اصدقائي، انا عامل 810 بوينت، يعني هو اعطاني 750 بوينت، 750 بوينت هو 75 سنت هدية. طبعا اصدقائي، بعدين انا اشتغلت شوية عروض داخل هذا الموقع وبلشنا عم نشتغل ان شاء الله. طيب انا كيف بدي بلش اشتغل على هذا الموقع؟ عندي اصدقائي هون طرق الربح المتاحة، في عنا هون اوفرز، اضغط عليها. طبعا تفتح معنا هاي الصفحة، في كل العروض الأساسية اللي نحن بنشتغل عليها بشكل طبيعي، اد جيت ميديا، اوفر تورو، في عنا كمان الوندز، في عنا كمان اد سكند ميديا، طبعا هون خط شوي صغير، في عنا اد ستوديو، في عنا كمان اصدقائي التايم وول والمونوليكس وغيرها ممكن نكسب منهم كلهم. بالنسبة للمونوليكس اذا فتحت عليها بيظهر لي الاعلانات، شايفين اصدقائي، بيظهر لي كمان استطلاعات الرأي والعروض، ونفس المبدأ بالنسبة لكل العروض التانية. طبعا الاوفرز بتدفع اكثر شيء، شايفين اصدقائي مبلغ جدا كبير هون حوالي 140 دولار، لكن بياخذ معك اسبوع اسبوعين لتوصل ل 750 كي باور، وبيقسط لك اياهم هو على مراحل مشان تقدر تسحب رصيدك بشكل تدريجي. في عندنا اصدقائي مثل ما قلنا اسرع شيء ممكن نكسب انه هو الادز، لكن بيعطينا شيء بسيط هون تقريبا 2 بوينت او 1.5. روح على واتش اد، طبعا مكسب الاعلانات بيضيفه خلال دقائق معدوده، اما الشغلات اللي بتكون ب 5 دولار ب 10 دولار طبعا بمجموعة كبيرة من الدولارات بده يدققها الادمن لحتى يعرف انه انت قمت بهذا الشيء بشكل صحيح، ما استخدمت في بي ان، ما غشيت، ما عملت اي شيء ثاني. مثل ما قلنا بننتظر هذا الخط اصدقائي لحتى يكتمل. طبعا حدثت معنا هاي الصفحة، صار فينا نسكرها. صارت عندي هون بالباهت، فيني اتابع بيت الاعلانات وفيني اشتغل على كل العروض الموجودة. اذا رجعت للموقع كان معي هون 810، راح حدث الصفحة، احيانا بيضيفهم بشكل فوري، احيانا بياخذ شوية وقت. طبعا انضافوا، شايفين اصدقائي 2 كوين انضافوا هون، شايفين اصدقائي كمان هدولي انضافوا 2 كوين هون عندي. في عندنا مهمات ممكن نأديها، اوتو ايرن يعني لازم تشبك مع حسابك الديسكورد، طبعا انا ماني شابك، ممكن تجرب تشوف. في عندنا كمان تحديات، ممكن مثلا نشوف شو المطلوب مني نأديها نكسب منها. شايفين اصدقائي كومبليت 3 تاسكس باخذوا عليهم مثلا هدية، مثلا انفايت 20 بيبل باخذوا عليهم هدية. موجود كمان تحديات ثانية، عمر 25 فوصل، طبعا الموقع فيه صنبور كمان باخذ عليهم هدية. إذا رحنا لهون شايفين أصدقائي هون في فوسيت أو صنبور، بضغط عليها ممكن نكسب منه 1، 2، 3 لغاية 10 بوينت. كل ما علي إني حل الكباتشا، طبعا هذا الصنبور كل 6 ساعات أصدقائي، بروح بعد على كلمة كليم بونوز، طبعا كسبنا أصدقائي مثل ما كنتم ملاحظين 1 بوينت، نقطة كمان انضافت معي هون. في عنا اصدقائي كمان رابط الإحالة من كلمة ريفيرال، اذا ضغطت عليها بيظهر لي رابط الإحالة الخاص فيه، باخده كوبي بوجهه للاصدقاء لاستفاد من الموقع بشكل افضل. وانت اخي كريم لازم تعمل نفس الشيء مشان تزيد ربحك من هاي النوعية من المواقع. طبعا بتمنى اصدقائي ان شاء الله خلال الايام القادمة راح نقدم اثبات سحب عن هذا الموقع، لكن الطريقة على السريع هي مروح على كلمة ويزدرو.
بتظهر لي هاي الصفحة، بختار وسيلة السحب. أنا بالنسبة لي راح أختار أكيد لايتكوين أو دوج كوين، لأنه لايتكوين 5000 نقطة فيني أسحب 5 دولار وما في ضريبة نقل. طبعا بالنسبة للدوج كوين عندك 400 نقطة ضريبة نقل، بالنسبة للبيتكوين أقل شيء 10 دولار عندك 500 نقطة كمان ضريبة نقل، يعني حوالي نص دولار. بالنسبة للشيبا كمان 5 دولار مو عالي، لكن كمان فيها ضريبة نقل. الشيبا هون قائمة على بلوك تشين باينانس سمارت تشين، يعني بي ام بي 20. في عندنا كمان أصدقائي موجودة طرق كلها ممكن نسحب منها مثل باي بال وغيرها. بختار طبعا سيلكت، بختار بلدي هون، فيني حطوا انترناشونال. شايفين أصدقائي بيقول لي هون 5 دولار لازم يكون معي 5000 نقطة، هون بجمع 5000 نقطة، بحط عنوان محفظتي اللايتكوين أو الكوين بيز إيميل إذا أنا ما أستخدم الكوين بيز. طبعا فيني أستخدم أي محفظة لايتكوين من الفوسيت بي، من غيرها، من وين ما كان، من الباير، من أي منصة تداول فيني أجيبه، من تراست وولت كمان بحطه هون، أطلب السحب. السحب بيتم خلال 48 ساعة بشكل اعتيادي من هذا الموقع. طبعا اصدقائي خلال شرحنا الفيديو شايفين اصدقائي هون الاشخاص اللي عم يكسبوا حاليا خلال هاي اللحظات من هذا الموقع، هذا كسبان 939 كوين، يعني تقريبا حوالي 1 دولار من عرض الاد جيت ميديا. اغلبيه العروض خاصه الاد جيت ميديا طبعا والاد جيم متاحين بكل الدول العربيه، والمونوليكس كمان متاحه بمجموعه كبيره من الدول العربيه، ممكن نستفاد منهم. استفادوا من هاي المواقع، هذا الموقع جديد ما يدفع بشكل كويس وما يدفع بونوس، وعاطي بونوس كمان للتسجيل، نحاول نستفاد منه خلال الفتره القادمه. في النهاية لا تنسوا اخواني اذا ما كنتم مشتركين بالقناة اشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.